يا خروب الله يخرب عقول اللي خربوا مهمة. قال يا طب رحلنا رحلنا من منازلنا. أنا نذرنا علي يا دار لو عدنا كما كنا. أنا لذوقك يا دار بالورد والحلم واجيب عزولي قصاد عيني يشاهد البن. يا قلبي اصبر لآخر عشرتكم. الله عليك. الله عليك يا حي. الله عليك يا حي. الله يطول لي في عمرك. الله عليك يا حي. الله يديك الصحة يا حي. أبويا زرع لي جنينة كلها بوس. ماشي. أسرح وأروح وألاقي العبد بيبوس. سألته ليه يا عبد بتبوس؟ قال لي ده أنا محبوس. محبوس على إيه يا عبد؟ قال لي محبوس على بنت بيضة اسمها الجلالة. لا إله إلا الله. كعبها لاحي رموش عينيها سبع تكساب فلاحي. الله. ده أنا قلت يا طبيب المبالي تعال اكشف لي على جراحي. ده الناس تنام الليل وأنا في المدى الصاحي. آه حبيبي. آه الله يطول لي في عمرك وخليك لي. محرمنيش منك أبدا. محرمنيش منك أبدا والله. أنت انبسطت معانا يا حبيب قلبي. ده أنا عاوز على طول كده من المغرب نرجع فيه عشان يدين او لو قلتم لي كذا مش هبعد منهم دلوقتي. الصبر لو له تقاوي انا لازرعه فدادين. اه نعم. والروح بدمع يا سيد علي يا زين العابدين ده دمع المسكين. وحب نوم الساحه يا سيد ابراهيم يا دسوقي ده نوم المساكين. مرت عليا الكريمه ماما ام هاشم وسالتني انت مين؟ قلت لها بص وشوفيني يا ماما يا ماما يا ام الحنان يا ام بص وشوفيني انا مين. عطتني ماما الكريمه الكتاب وقالت لي اقرا يا مسكين. ودي كمان الالم ده انا قلت لها حق القلم على مين؟ قالت لي عيب يا ولد هو الحبيب النبي ما بيحبش غير المساكين. يا جايب في سيره الناس لا يحترمي بلوتك على مين. والله يا حبيبي حب اصغر كده حب اصغر. احنا بنحب نسمعه والله. يا سلام عليك يا حبه. بنحب نسمعه حب الظلم حب المحبه. مريض راح للطبيب وقال له يا طبيب اكتب لي دواء حي. ماشي. كشف عليه الطبيب لقى الجرح متجاري. قال له يا ابني ده جرحك متداري. قال له اكشف عليا يا طبيب ده النبي غالي. قال له علاجك عند سيدنا الحسين راح يديك النمره من الغالي. راح لسيدنا الحسين حوله على الست ام هاشم. قالت له انت جيت يا ابن الغالي كتبت له الدواء وطلع الدواء من الغالي. وقالت له امانه عليك يا ولد ما تقعدش في ريح خالي اقعد في ريح مبتلي زيك. ساعة ما يقول آه قل له كانت على بالي يا طبيب الروح تعالى. شبشة نادى وقال يا هو يا هو حيرمى لي سند غير الكريم يا هو يا هو. نادى مولانا سيدنا الحسين وقال عبد الحميد ده أتوه. إن كان طالب دواء اديله الدواء ودووه ودووه. وإن كان محب الأهل بيت حضرة النبي بكاس الحنان وزقوه وزقوه. جت الكريمة أم هاشم وقالت له يا إمام يا حسين عبد الحميد ده منا وأهل المعرفة ثبتوه. اوعك تقول أيوه أيوه. ما بقتهز بيا كتير العشق لابن البلد لما الغريب مسكين مسكين ومسكين ولا عشرته راحة. خدي وخدي الجميل ما تكون بتفاحة تفاحتك يا العريس على كمها البلبل ورد عليها الحمام والطير والبلبل ورد عليها الحمام غسل رجالاته اللي كتب بالمحبة ربنا هاته واللي كتب بالفراق شحطة ولاياته. عجب على بنية عجب يا على بنية في حي سيد إبراهيم وهي شغلاني الوجه زي القمر يا بابا يا بدوي لكن الكحلة رباه. حبتني البنية يا بابا لكن الحب شكل تاني وانا اللي جيت احب
لقيت الدنيا لعيالي. اوعك تقول اه يا عيالي. اه يا عيالي. لو تسمع حتى بقى لو كورتي. حتى لو كورتي. ايه رايك؟ جوال برضه. دكتور كل يوم على المر. وخف قلمي على اللي سمعني الكلام المر. بايدينا زقناهم عسل بايديهم زقونا المر. لو يستاهلوا العتوبه كنا عاتبناهم، ما يستاهلوا العتوبه الا الجسد السليم الحر. احلى كلام. ما يفتح عليك يا خالد. انا اللي جيت نعلم الصبر، لكن الصبر علمني. جيت نعلم الصبر. لقيت الصبر علمني. نيمنا على الرصيف وخلي الاندال تعايرني. معاش يا ابو اللي عايز. الكلام ده كبير يا عم منصور. انا اللي حبيت لكن حب غالي. ما يعرفوا الا اللي حب النبي وخد رسمالي. وقفت على بابه وقلت له يا رب نوني روحي للنبي الغالي. نخدم بعنيه ونرجع تاني بلادي مجبور الخاطر. رد علي الحبيب النبي وقال لي اوعك تفكر في اللي نازعك. طول عمرك راجل جدع وعمر في الكون حد راح ينازعك. تخلي انت سرينا لما جاي الامر. لما جاي الامر جد عطر على القبليه. ايوه قبلتنا الصبيه. ايوه رمشتني بعينيها يا عيني ولا سالتش علي. ده كان فين شغال؟ والله شغال. بس انا بتكلم بقى يا رجل.